عشان نجيب الخلاصة. ركز بقى، عمر كمال عبد الواحد الأهلي دخل فيه وبشكل كبير جدا جدا علشان يكون لاعبا في النادي الأهلي في يناير اللي جاي، في يناير اللي جاي. المفاوضات من مودرن فيوتشر بيقودها دكتور وليد دعبس سيد رئيس النادي، والأستاذ هيثم عرابي أو الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر. ده من جهة مودرن فيوتشر. من الجهة الأخرى، من الجهة المقابلة من ناحية النادي الأهلي، من يقود المفاوضات هو المهندس عدلي القيعي، أنا أعني ما أقول رئيس شركة الكور. ماشي، المفاوضات والكلام على إيه؟ على إن عمر كمال عبد الواحد يبقى لعيب في الأهلي في يناير. مودرن فيوتشر قال لك يا باشا أنا مش عايز فلوس، أنا عايز لعيبة، اديني تلات لعيبة وسماهم بالاسم. التلات لعيبة دول عايزهم على سبيل الإعارة لمدة موسمين، على سبيل الإعارة لمدة موسمين. واحد خالد عبد الفتاح، اتنين كريم ندفد، تلاتة صلاح محسن. كل واحد منهم يقعد سنتين على سبيل الإعارة. في مقابل عمر كمال عبد الواحد بيع نهائي، هاخد تلاتة إعارة في مقابل ايه؟ عمر كمال عبد الواحد بيع نهائي في يناير. طيب الناس اخذوا الطلبات، مهندس عدلي القيعي اخذ الطلبات اللي اتطلبت، التلات اسماء هيروحوا بيها الكولر. رو والله احنا عايزين موافقه، التلاته دول انت موافق ان هم يروحوا ولا مش موافق؟ عندك اي موانع فنيه ولا لا؟ اذا توافق بها ونعمه. طب توافق على 2-1؟ لا، هيشوفوا مكان الواحد ده يكملوا بفلوس، ياخدوا فلوس. هم اصلا التارجت بتاعهم مش عايزين فلوس، هم عايزين لعيبه، لان هم عارفين لو اخذوا من عمر كمال، من ورا عمر كمال فلوس، فهو اللعيب عقده هيخلص يعني يحقله اتنين لاي حد في يناير. فعشان يعرف يطلع منه فلوس هيطلع منه كام؟ يعني 4-5 مليون جنيه، مش لانه كده كده هيبقى فري مع نهايه السنه، هيبقى فري. فقال لك خلاص استفيد انا في يناير واخد مكانه تلات لعيبه. فاذا اتوافق على اتنين وترفض واحد، ركز معايا، اقول له طب خلاص اديني فلوس مكان اللعيب ده، هي تظبط يعني. اتنين ولعيب ماشي برضه ما فيش مشكله، نحل محلهم بفلوس. لكن ثلاث لعيبه يترفضوا ويبقى الموضوع فلوس، مودرن فيوتشر مش هيبيع عمر كمال عبد الواحد، لان كده بالنسبه له تبقى ايه؟ خساره بخساره. ماشي. طيب وارد دي امور تفاوضيه، دي الطلبات بس، ده كلام لسه في قعده ثانيه، في قعده حصل في قعده ثانيه بعد ما يرجع المنتخب ويرجع عمر كمال يبقى موجود. عمر متمسك بنسبه 1000000% بالنادي الاهلي، خلاص عنده رغبه بنسبه 1000000%. لما يرجع عمر هيبقى في قعده تانية. القعده التانية دي قد يكون فيها دي امور تفاوضيه، انه كولر يستطلع رايه فيقول لا انا التلاته دول عايزهم، فيرجعوا لمودرن فيوتشر يقول لهم طب ما تشوفوا لعيبه تانية، فيطرح مجموعه من الاسماء. اذا توافق، حصل توافق بيها برضه هنعمل. اذا الصفقه قريبه جدا جدا ان هي تخلص، ما فيهاش مشاكل ماديه، لانه فيوتشر مودرن فيوتشر مش عايز فلوس في المقابل، هو عايز لعيبه. عارف ان قيمه اللعيبه هتبقى اكتر من الفلوس اللي هياخدها في عمر كمال في الوقت اللي هم بيتكلموا فيه. ده عمر كمال عبد الواحد قصته بالكامل. اذا هو اقرب الى النادي الاهلي اكتر من اي وقت مضى، والصفقه تخلص. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن ابراهيم فايق، بيقول لنا تفاصيل التفاصيل. هو عمر كمال عبد الواحد عايز يلعب في الاهلي، الراجل رغبته انه يلعب في النادي الاهلي، وهو عقده يخلص في يناير. مودرن فيوتشر بيقول لك انا كده مش عارف اخد منه فلوس، فانا عايز تلات لعيبه مكانه يقعدوا عندي اعاره لمده سنتين. التلات لعيبه خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم ندفي. طيب التلاته دول بالنسبه لكولر ممكن. ليه بتقول ممكن؟ لان كريم ندفي لسه ما شاركش مع النادي الاهلي، لسه ما حطش بصمته، وخالد عبد الفتاح رجع من اصابه، وعندك محمد هاني، وعندك اكرم توفيق، وعندك عمر كمال عبد الواحد، البديل موجود. صلاح محسن هو كولر مش معتمد عليه، يعني هو كولر بيستبعده استبعاد فني كتير، ولما نزل في مباراه سان داونز ما قالش انا اهو، ومسد يعني بيحلله فلوسه، واكيد هيبقى في مهاجم في يناير. يبقى احتمال كبير كل ده هيرجع لرغبه كولر، بس احنا بنفصص الكلام مع بعضينا. خالد عبد الفتاح رجع من اصابه، الراجل ده بيلعب باك يمين،
باك يمين عندك محمد هاني متألق، عندك أكرم توفيق رجع، عندك عمر كمال عبد الواحد يلعب باك شمال باك يمين، عندك كريم ندريد لسه ما دخلش جوه أجواء النادي الأهلي، ده أول 45 دقيقة يشترك فيهم في مباراة الجونة من ساعة ما جه النادي الأهلي، وعندك صلاح محسن استبعد كتير قوي من التشكيل ومش عارفين ليه، ومباراة صن داونز برضه ما قدمش أوراق اعتماده. فممكن لو كولر عملي هيوافق، ممكن يقول اتنين ويخلي واحد يبقى اتنين وفلوس، ممكن كل ده يرجع لي مارسيل كولر وابراهيم فايق بيجيب لنا بعد الاخر بشويه. عمر كمال عبد الواحد اهلاوي وهو عايز الاهلي. اسمع رايك في الكومنتات ورب الحلقه تكون عجبتكم. حبيبي يا خواجه.